السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ويقول سبحانه: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. حوت نصوص الشريعة مصطلح الوسطية في معرض الثناء والمدح في أكثر من موضع، وهو مصطلح يحاجج به المسلمون غيرهم ويتحاججون به فيما بينهم، ناسبا كل فريق منهم نفسه إلى الوسطية ونافيها عن الآخر. أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد، نتوقف فيها مع مصطلح الوسطية للتعرف على مفهومه وضابطه ومن الذي يحدده، ونبحث في أسباب إفراط الجماعات والفرق وحتى أفراد الناس في استعماله والانتساب إليه، وكذلك مجالات تجسد الوسطية في حياة المسلم. نطرق هذا الموضوع مع ضيف الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. مرحبا بكم يا أستاذ جهاد وبإخواني المشاهدين، بارك الله فيكم. يعني الحديث عن الشيء يعني يبدأ من فهمه وإدراكه، نريد أن نعرف منك ما الذي يعنى بالوسطية بداية دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، الوسطية بتحريك السين هي الأمر المعتدل المتزن بين طرفي نقيض، فهي الحالة التي بين البخل والإسراف والإفراط والتفريط والغلو والتقصير. وحينما أقول هي الأمر المعتدل المتزن لا أعني به المتساوي، لأنه قد يعتدل الأمر دون أن يتساوى، وقد يتزن الأمر دون أن تتساوى الكفف فيه. ولذلك فالوسطية تعني الاعتدال والاتزان ولو لم يتساوى الشيئان، فهو أمر متزن بين طرفي نقيض. نعم. طيب يعني الوسطية بداية دكتور، هل هي الإسلام أم هي شيء من الإسلام؟ يعني اسمح لي أن أبين أولا، لأن هذا يعني يؤسس الجواب على سؤال حضرتك يا أستاذ جهاد، أن تحديد الوسطية مرده إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يقدر على تحديد الحالة المتزنة بين كل نقيضين سواء في التشريع أو في الخلق. قال ربنا جل جلاله: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه: له الحكم وإليه ترجعون. وقال جل وعلا: الذي أتقن كل شيء خلقه. الذي أتقن كل شيء. وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولو ترك تحديدها لأهواء الناس وعقولهم لضلوا، لأن الناس يعني عندهم قصور في عقولهم وتصوراتهم، لديهم أهواء ليست لهم قدسية ولا إجلال في قلوب الناس، فقد يتفلتون من قوانينهم وقرارات. لكن دكتور يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أريد أن أستفهم منك، يعني هنا الوسطية واضحة المعالم محددة بأن هذه الأمة هي وسط، هل هذا يعني أن الوسطية باتت يعني شيئا محددا، وهي أن أمة الإسلام هي الوسط بين باقي الأمم؟ الوسطية الآية في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس معناها الوسطية وليس معناها الاتزان والاعتدال، وإنما والآية لا علاقة لها بالوسطية أبدا، إنما الآية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وحديث من حديث أبي سعيد وفي حديث أيضا الترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد أيضا، أن الوسطية أي عدلا أي عدولا مؤهلين للشهادة. ولذلك الآية نفسها تتكلم عن الشهادة: وكذلك جعلناكم أمة
أهلناكم بكونكم عدولا لتكونوا شهداء، أي لكي تؤدوا نعم الشهادة على الخلق. لذلك يحشر النبيين فيحشر نوح، فيقول له رب العالمين جل جلاله يا نوح، يقول لبيك وسعديك يا رب، بلغت قومك؟ نعم يا ربي بلغتهم. يا قوم نوح، هل جاءكم نوح وبلغكم؟ قالوا لا، ما أتانا من نذير. كما كذبوه في الدنيا، سبحان الله، يكذبونه في الآخرة. طيب يا نوح من يشهد لك؟ يقول يا رب محمد وأمته. فنستدعى للشهادة أن نوحا بلغ صلى الله عليه وسلم وأحسن البلاغ، وأن قومه كاذبون. فلذلك حينما نتكلم عن الوسطية لا نعني في بها صفة قائمة في الشريعة، ولا يعني تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى، إنما نعني الشريعة نفسها حينما نتكلم عن الوسطية. أيها المشاهدون الكرام، إنما نعني الشريعة نفسها بقدها وقديدها، بحدها وحديدها، بكل ما فيها. ولست أتكلم عن صفة للشريعة أو خصيصة لها كما أبدى ذلك الكتاب في هذه الحقيقة. يعني جميع الكتاب تكلموا في هذا على أن الوسطية من صفات الإسلام ومن خصائص الشريعة، وهذا شيء غير صحيح. لأننا حينما نتكلم عن الشريعة، عن الوسطية، إنما أتكلم عن الشريعة نفسها بكل شرائعها وبكل بعقائدها وأخلاقها وعباداتها ومعاملاتها. لهذا فأنا أقول أيضا إضافة أخرى، إن حديثي عن الوسطية هو حديث عن رسالات الله جل جلاله إلى أنبيائه جميعا. فإن الله تبارك وتعالى لم ينزل من السماء رسالة عرجاء، ولا رسالة عوجاء، ولا رسالة ناقصة جل جلاله. فالله أجل وأعز من هذا. أن يستدرك عليه الخلق وأن يستدرك عليه الناس هذا محال. فلذلك نقول كل رسالة أنزلها الله عز وجل هي في نفسها وفي وقتها ولأهلها كانت الوسطية. يعني من ولذلك أين يستدل على ذلك دكتور محمد؟ يعني من أين يستدل على أن أنا الشريعة سأقول، هي الوسطية؟ أولا ليس عندنا دليل يصف الشريعة بأنها وسطية، واضح. ما لا يوجد هذا. نعم الثانية أن الشريعة فيها التشددات، وفيها الترخصات، فيها الـ 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 الإلزامات، وفيها التيسير والسعة، فيها هذا وفيها هذا. فحينما نقول للمرأة البس الحجاب في الحر، أين الوسطية هنا؟ حينما نقول للناس اخرجوا إلى الجهاد وقاتلوا وموتوا في سبيل الله، أين الوسطية هنا؟ حينما نرجم الزاني حتى الموت، أين الوسطية هنا؟ نعم حينما نقتل المرتد، أين الوسطية هنا؟ حينما نقتل أين الوسطية هنا؟ كل حينما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تتورم قدماه، أين الوسطية هنا؟ طيب حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فأين الوسطية هنا؟ حينما يقول صلى الله عليه وسلم آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، أي يشربون شربا كثيرا يملأ ضلوع بطونهم حتى يصل الماء إلى الضلوع، فأين الوسطية هنا؟ فالوسطية هذه هي الوسطية التي حددها الله، هي الوسطية. يعني أين الوسطية في الحلال والحرام؟ الحلال والحرام هو الوسطية. فلذلك نقول طب نحن نتكلم عن الشريعة ولسنا نتكلم عن صفة أو هنا خصيصة تقول أن للشريعة. نعم دكتور، هنا تقول أن الشريعة هي الوسطية، لكن يعني لماذا أقول أنا الشريعة وأقول وسطية؟ أريد أن أعرف معنى الوسطية بشكل يعني أنا حتى الآن أريد أن أفهم معنى الوسطية هنا. الشريعة هي الوسطية، ما معنى الوسطية هنا؟ يعني هل هي الوسطية؟ الوسطية هنا أعني بها الأمر الذي يتزن به حياة الناس، فلا يميلون يمينا ولا ينحرفون يسارا. ولذلك حينما جاء الصحابة رضي الله عنهم فانحرفوا عن الشريعة، ردهم النبي إليها، إنما لم يردهم إلى الوسطية. أقول لهم أنتم منحرفون
فالوسطية كذا، ردهم إلى الشريعة دلالة على أن الشريعة هي الوسطية. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا أين نحن من رسول الله؟ فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فأما أنا فأقوم ولا أرقد، نعم أفطر. وقال الثالث: وأما أنا نعم طيب دكتور، الحديث واضح، أولئهم نعم الحديث واضح، لكن أنت قبل قليل قلت بأن لا دليل على أن الوسطية صفة للشريعة، وإنما الوسطية هي الشريعة نفسها. طب هل هذا هناك دليل من القرآن والسنة على أن الشريعة هي الوسطية؟ كل هذه الأدلة. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، وقال الله تعالى: فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. وقال: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. وقال في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال الله في نعم صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن العظيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم فهو مصدق لما سلف بكل الكتب ومهيمنا على كل الأنظمة وكل النظريات وكل الفلسفات وكل حتى كل طب الرسائل، كل إذا قال الرسالات إذا قال السماوية مخالفوك القرآن إذا مهيمن. إذا قال مخالفوك، وطبعا أنا حينما أنقل الرأي الآخر دكتور، وإنما القصد منه هو يعني تجلية حقيقة المصطلح أكثر، إذا ما قال مخالفوك بأن ما تتفضل به هو استنتاج وليس دليلا واضحا بينا، مثل ما يستنتج الآخرون من أن الوسطية صفة من صفات الشريعة. نعم دكتور، يبدو أن الدكتور لا يستمع إلي. طيب مضطرون أن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكريم على لإصلاح هذا الخلل من المصدر، ثم نعود إليكم بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد للحديث عن موضوع الوسطية ومظاهرها، والدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. دكتور كنت تتحدث، كنت قد سألتك قبل أن ينقطع التواصل، أن يعني جنابك سقط بعضا من الأدلة لتقول بأن الشريعة هي الوسطية، وربما مخالفوك يقولون بأن هذا ليس دليلا واضحا مباشرا لا لبس فيه قطعية الدلالة على أن الشريعة هي الوسطية، بينما الآخرون يقولون بأن يستنتجون مثلك بأن هذه النصوص تفيد بأن الوسطية صفة من صفات الشريعة، فماذا يمكن أن يقال في هذا السياق؟ الذي يمكن أن يقال في هذا السياق يا أستاذ جهاد أنه لا يوجد عندنا دليل يصف الشريعة بأنها الوسطية، هذه واحدة. الثانية أنها لا يوجد عندنا دليل صريح يصف يقول إن من صفات الشريعة أنها وسطية وليس من خصائصها. والثاني أننا إذا قلنا بالوسطية فسوف يحدث عندنا اضطراب وخلل وتعارض بين النصوص. لكن طيب، لكن دكتور لو سلمنا وبنينا على أن الوسطية هي صفة من صفات الشريعة، اليوم
بناء على هذا الفهم الكثير من الجماعات والأفراد تتناحر فيما بينها سباقا من أجل الفوز بلقب وصفة الوسطية. كل فريق يقول عن نفسه أنه هو الوسط وأنه هو الوسطي وأنه ينتمي إلى الوسطية وينفيها عن الآخر. هل من تفسير أو للحديث عن دلالة هذا الإفراط في استعمال هذا المصطلح؟ نعم يا أستاذ جاد، أعد علي لو سمحت. طيب، لأن يعني الصوت لو سلمنا قطع. بأن بناء على الطرح الراهن الذي يغلب عليه بأن الوسطية صفة من صفات الشريعة، كثير من الفرق والجماعات بل حتى أحد الناس يقول عن نفسه أنه وسطي وينفيها عن غيره. ما دلالة الإفراط في استعمال هذا المصطلح ونسب كل فريق نفسه إلى الوسطية ونفيها عن الآخر؟ الإفراط في أو استخدام هذا النص كصفة للشريعة يوقع المسلم في خلل كبير جدا، فينحرف به عن منهاج الإسلام. رقم واحد أنه ينحرف به عن منهاج الإسلام، فقد يترخص في الحرام باسم الوسطية، وقد ييسر فيما لا تيسير فيه باسم الوسطية. ولذلك نجد أن قوما أباحوا الربا، وأن قوما أباحوا الغناء الماجن الفاسق، ونجد أن قوما الآن في كورونا يقولون للناس افطروا في رمضان. طب اصبروا لما رمضان يجي، ولما الناس نشوف لما تقع في الضرورة. أنتم تفتون للناس قبل أن تقع الضرورة باسم الوصف. نعم، يعني هذا مناقض لكل قواعد الإسلام. اصبر يا أخي، الفتوى في يعني دكتور أنت تعيب على القائلين بأن الوسطية صفة للشريعة بأن هذا قد ينسحب عليه نتائج خطيرة وهي تمييع الشريعة نفسها. لحظة واحدة بس، أفتي للنساء في أوروبا أن تبقى مع الكافرين، المرأة المسلمة أن تبقى مع الكافر باسم التيسير والوسطية. أفتي للنساء في أوروبا أن تخلع الحجاب ولو تذهب إلى المايوه في السباحة أمام الرجال باسم الوسطي. يعني تحلل الناس وانحرفوا عن منهاج الله رب العالمين باسم الوسطية، قعدوا عن معالي الأمور ورضوا بالدون باسم الوسطية. يتجلى هذا في كل محاربة لكل ما هو إسلامي فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي والسياسة والمأكل والمشرب والأخلاق وسائر العبادات والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا باسم الوسطية حورب. فالآن تنتشر المنكرات في البلاد الإسلامية جهارا نهارا باسم الوسطية. تحارب مظاهر العقيدة ومظاهر الشريعة باسم الوسطية. لذلك لا نقول إن الأمة تنحرف تماما حينما تفرط في هذا، لأن الإفراط فيه هو خروج عن الشريعة في الحقيقة. ولذلك نقول، لهذا قلت وأكرر وأقرر، إن الوسطية هي الشريعة، الالتزام بالشريعة هو الوسطية، الالتزام بالحلال والحرام بمنهاج الله رب العالمين هو الوسطية. ولذلك لما جاء عثمان بن مضعون يستأذن رسول الله في الاختصاء، فقال له يا عثمان أتؤمن بما جئت به؟ فقال نعم، قال أسوة أنا لك. إذا رده إلى الشريعة، إلى حقائق الدين، إلى 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 حقائق التنزيل الأعلى. السيدة زينب رضي الله عنها لما كانت تربط نفسها بحبل في صلاة الليل إذا تراخت وحصل عندها فتور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها، تربط به نفسها في صلاتها إذا فترت. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليجلس. فلذلك الوسطية هي الشريعة، هي الحلال، هي الحرام، هي بكل ما فيها. نعم. طيب أريد أن أسألك دكتور، يعني هذا الاستعمال الوافر يعني في هذا لهذا المصطلح الوسطية بين الفرق وبين الجماعات وبين الأحزاب وبين العلماء والدعاة، هل مرده إلى التباس هذا المفهوم في أذهانهم أم مرده إلى توظيف سياسي مثلاً؟
لا، هو أمران، أو في الحقيقة أمران. الأولى التوظيف السياسي، والثانية وإرضاء الملوك والحكام والأمراء والقادة والسادة، والثانية الانهزام أمام الحضارة الكفرية الغربية، فيريدون أن يلبسوا حضارتهم ثوب الإسلام لا أن يؤسلموها، فيقولون نحن ليس بيننا وبينكم خصام. وفي الحقيقة لا خصام بيننا وبين أحد، إنما نحن أمة لها رسالة، ورسالتها رسالة مهيمنة، رسالة عزيزة قاهرة قائمة. في البزار قال، جاء عمر رضي الله عنه وإسناده حسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورقة من التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عمر؟ قال هذه ورقة يعني أخذتها من صاحبي صديقي اليهودي أزدد بها علما. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ووالله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي رواية أخرى للحديث يقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان فيكم موسى بن عمران حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي رواية ولو كان فيكم موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فأنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. الذين انبطحوا أمام الحضارة الغربية وانهزموا أمامها يعني قالوا هذا، وأرادوا أن يسوغوا لهم أن حضارتهم لا تخاصم الإسلام، ولا تخاصم الإسلام بكفرها وانحلالها وإلحادها. هذا كلام ما يقبله أحد ولا يقبله مسلم. إنما الحضارة الغربية فيها خير وشر، لا نقول إن كلها شر، هذا ليس من الإنصاف، إنما فيها خير وفيها شر، وشرها أكبر من خيرها وأعظم من خيرها. لكن هل نستطيع أن ننتقي منها الخير فنؤسلمه وندخله الإسلام ونرمي إليهم الشر؟ نعم نستطيع هذا حينما تكون الكلمة العليا لنا، وحينما تكون قيادة الحياة في أيدينا، وحينما تكون السيادة للمسلمين. إنما المنتصر يا أستاذ جهاد يملي رأيه ويملي نظريته، والمنهزم منبطح أمامه يقلده حتى ينتصر مثله. ولكن نحن أمة لها خصائصها الذاتية، أننا لا ننتصر إلا إذا كنا في رحاب الله عز وجل، ولا ننتصر إذا قلدنا الناس، إنما ننتصر إذا قلنا لربنا سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلذلك هنا لا وسطية، فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم، ولذلك هنا فأتوا منه ما استطعتم. المأمور به ثلاثة أقسام، الواجب والمندوب والمباح. الواجب قسمان، واجب له بدائل وواجب ليس له بدائل. الحجاب فريضة الله على النساء لا بديل له، يعني ليس لها أن تخلع، إما أن تمكث في بيتها وإما أن تخرج بحجابها. أما أن تخرج متبذلة سافرة هذا لا يجوز، هذا حرام، ولذلك هذا واجب ليس له بدائل. إنما الواجب الذي له بدائل، أنا لا أستطيع أن أصلي قائما، صلي يا أخي قاعدا، لا أستطيع أن أصلي صلي راقدا، لا أستطيع أن أغتسل ولا أن أستخدم الماء، صلي تيمم، أنا أفقد الطهورين، صلي لفاقد كصلاة فاقد الطهورين، أنا لا أستطيع أن أصلي أن أصوم فأنا شيخ كبير أو رجل مريض، أعطاك الله سبحانه وتعالى رخصة الإفطار. إذا عندنا في الواجبات فيها بدائل. أما في المباحات فالأمر فيه متسع، فأتوا منه ما استطعتم. أنا لا أستطيع أن أصوم الخميس والاثنين، صوم الاثنين فقط، لا أستطيع أن أصوم الاثنين ولا الخميس، افطر لا حرج. إذا هذا هو الأمر، إنما أن نأتي فنقول فأتوا منه ما استطعتم على الواجب الحتمي الذي ليس له بدائل وليس له ترخص، هذا لا يجوز، ونقول هذه وسطية، هذا انحلال ليس وسطية. وما نهيتكم، ولذلك جاء في وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فلذلك ليس فيه هذا ترخص وليس فيه يعني وسطية. ولذلك أقول الحلال بين كما قال عليه الصلاة والسلام، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فيوشك أن يقع فيه، وألا إن في الجسد، إلى آخر الحديث. لذلك نقول دائما ونكرر
إن الشريعة هي الوسطية، ولا يصح للجماعات ولا للطوائف ولا للأحزاب أن تنسلخ من دينها تحت اسم الوسطية، ولا أن تستجيب لهذه النداءات المتكررة التي ليست لها ضوابط وليس لها روابط، وهي متفلتة من الشريعة في الحقيقة. ولذلك حينما نرصد من يتكلمون دائما في الوسطية وهذا الكلام، نرصد أنهم كثيرا ما يتفلتون من حقائق الشريعة ومن أوامر الله عز وجل باسم الوسطية. وانظر حولك أيها المشاهد وأيها الكرام، انظروا حولكم ستجدون أنهم تفلتوا من محارم الله باسم الوسطية، نعوذ بالله من هذا. طب يعني اريد ان اسالك عن الاثر المترتب على استعمال الوسطيه في شيوع استعمال الوسطيه وفق المفهوم الذي تحدثت عنه، يعني المفهوم الذي غير الذي قصدته في حديثك. هل من اثار شرعيه، اثار نفسيه، اثار على وعي المسلمين؟ تقصد الآثار اللي هي على الوسطية التي نعم، تكلمت أنا عنها؟ استعمال هذا المصطلح ضمن المعنى الذي يعني مؤطر فيه. عندي ولا عند الناس؟ الآثار العامة، يعني ما الذي يمكن أن ينتج عن ذلك من آثار بسبب هذا الاستعمال المفرط لهذا المصطلح في إطار المعنى الذي يقدم؟ طيب، إذا كنا نلتزم بالوسطية بالمعنى الذي يعني قرره رب العالمين، وأن الوسطية هي الشريعة، إذا فهذا يعني انضباط حياة الناس على شريعة الله تبارك وتعالى، يعني إيصال الحقوق إلى أهلها، يعني قيام الحياة على شريعة الله وفق ما أراد الله لا ما يريد الناس، تعني أيضا صيانة الآخرة، صيانة المعاش والمعاد. فالشريعة تصون معاش الناس وكذلك تصون معادهم. أما الآثار المترتبة على الانحراف عن هذا فهي استحلال المحرمات باسم الوسطية، الانحراف عن في العقائد وفي التصورات وفي الأعمال وفي الأقوال باسم الوسطية. صحيح قد يكون لهم يعني جانب وضاء في الشريعة يدعمهم أو يدعم أصحاب هذا التيار، نحن لا ننكر هذا، نحن بل نثبت الوسطية حيث أثبتها الله تبارك وتعالى. وأما الوسطية حينما يلزم الله الناس فهذه هي الوسطية، إنما الترخص فيها ليس وسطية. سنجد أن القول بالغلو أو الميل والانحراف عن شريعة الله من آثار ذلك المعنى المنحرف. فلهذا نجد أيضا أن الإسلام يرد الغالين ويحرك القاعدين، الوسطية هذه ترد الغالين وتحرك القاعدين، يعني تمنع الإفراط وتمنع التفريط، فلا إفراط فيها ولا تفريط، هذه الشريعة. فلذلك ترد الغالين إلى حقائق الشريعة، وتنفخ الروح في همم القاعدين وعزائم الراكدين حتى يتحركوا. وقال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ورد الغالين. فكما ورد في الحديث الحسن يعني أن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. فلذلك الالتزام بالوسطية يثبت هذه الحقائق، فيحفظ للناس معاشهم ويحفظ على الناس معادهم. أما الانحراف عن الشريعة فهو الانحراف عن الوسطية، فنجد إما أن يغرق الإنسان في الإفراط أو يغرق في التفريط، يغرق في التشدد أو يغرق في التسيب، إما أن يقدم حق نفسه على حق الأمة، أو يقدم حق الفرد على حق الجماعة، أو يقدم حق الرئيس على حق المرؤوس أو العكس. فنجد هذا التفسخ حينما تضيع معالم الشريعة ومعالم الوسطية الشرعية
في تصورات الناس وفي أعمالهم ستضيع بلا شك. نعم، طيب دكتور، يعني كيف تتجسد مظاهر الوسطية سواء كان في الجماعات أم في العلماء أم في أحد الناس من العامة، مظاهر هذه الوسطية؟ مظاهر الوسطية الالتزام بالشريعة، الالتزام بالشريعة في الحلال والحرام والعقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، هذه مظاهر الوسطية. إن كل ما التزم الإنسان بشريعة الله رب العالمين كما أمر ربنا جل جلاله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. حينما تلتزم الأمة بهذه الشريعة بحلالها وحرامها وعقائدها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها، هذه مظاهر تتبدأ هنا مظاهر الوسطية. إنما حينما تقعد أو تنحرف تغالي أو تقصر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا فقال: والحسنة بين السيئتين وشر السير الحقحقة. فتجد هذا أن الشريعة حسنة بين سيئتين، حسنة في الأخلاق بين سيئة الإلحاد وسيئة الشرك، حسنة عفوا في العقائد بين سيئة الشرك وسيئة الإلحاد، حسنة في العبادات بين سيئة إلغاء العبادات فلا صلة للعبد بالسماء، وبين أن يعني يغالي الإنسان في العبادة فيخرج كما صنع، فيخرج عن طور الشريعة. حسنة في الأخلاق فهي يعني بين حسنة بين سيئتين في الأخلاق، بين المثالية التي لا وجود لها وبين مراعاة حق الفرد وحق الإنسان وحق الجماعة وحق الخلق جميعا. فيحلم حينما يؤمر ويغضب حين، ولذلك لما جاءه قال له: لا تغضب. ليس مقصودا من الحديث نفي صفة الغضب، لأن نفي صفة الغضب إذن هذا متبلد، هذا بليد، إنما ينفي آثاره المترتبة على الغضب الممقوت. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا رأيت الغضبان في الباطل فاعلم أن هذا خطأ، وإذا رأيته بليدا باردا في انتهاك حرمات الله فاعلم أن هذا منحرف. إذا فالشريعة هي الحسنة بين السيئتين، هنا بين في الإنفاق حسنة بين سيئة البخل وسيئة التقتير، وبين سيئة البخل وسيئة الإسراف. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال: الحسنة عن الشريعة؟ قال: هي الحسنة بين السيئتين. قالوا: كيف هذا؟ قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلذلك نقول لأنفسنا ولإخواننا ولكل السامعين والمشاهدين ولكل المسلمين في كل الأرض: الالتزام بشريعة الله هو مظهر الوسطية التي ينبغي أن يحافظ عليه الإسلام. ليس للمرأة يا أخي في الحر أن تخلع حجابها، بل ليس لها أن تتخفف منه حتى يكون شفافا رقيقا، بل ليس لها أن تلبسه ضيقا، لا، هذه واجبات لا مفر منها. فلذلك هذه هي الوسطية. لماذا هنا وسطية؟ لأننا إذا رتبنا المفاسد القائمة على تبرج النساء وقارناها بالتزام النساء بالحجاب سنجد أن المفاسد المترتبة على السفور والتبرج أعظم بكثير وأشد بكثير وأكبر بكثير من أننا نلزم المرأة بالحجاب في الحر والصيف وفي كل خروج، حتى لو خرجت إلى النافذة ولو خرجت إلى يعني الشرفة. لهذا نقول ونكرر: الوسطية هي الالتزام بالشريعة. نعم. طب في المجالات، مجالات الوسطية وخصوصا في المجال السياسي، كيف يمكن أن تتحقق الوسطية في حياة المسلمين في البعد السياسي الذي هو بشكل عام بعد مهم جدا تترتب عليه كل الفضائل بعد ذلك في المجتمعات؟
الوسطية في المجال السياسي هي أقول أيضا هي الشريعة، أن والشريعة في المجال السياسي يعني في الحقيقة يعني كانت صارمة وقاهرة فيها، ولا تقبل المزايدة ولا تقبل المسايسة ولا تقبل المراوغة، فوضعت للحاكم شروطا ينبغي أن تكون مرعية مصونة، ووضعت له لإبقاء لاختياره شروطا يجب أن يختار من أجلها، ووضعت لإبقائه في الحكم شروطا، 10 شروط لإبقائه في الحكم: الإسلام والعدالة والعقل، واخد بال حضرتك، وإقامة الدين والسلامة من الأعضاء كل وسلامة الحواس، كل هذه شروط لإبقائه واستدامته في الحكم. ثم يخرج علينا من يقول إن الحاكم لو فسق وزنى ولاط وسرق وظلم وشرب الخمر وارتكب كل المنكرات إلا الكفر لا يجوز خلعه. والله هذا كذب. باسم من تتكلم يا رجل؟ لو كنت تتكلم باسم رب العالمين، باسم الإسلام، فأنت كذاب. الله لم يقل هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، وقال: إن هذا الأمر فيكم، ما استرحمتم فرحمتم، وما حكمتم فعدلتم، وما يعني عاهدتم فوفيتم، وفي رواية زاد صلى الله عليه وسلم: وما اؤتمنتم فأديتم. إذا هذه هي الأخلاق، هذه ال 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 طيب، وإذا إذا سرق أو ارتكب هذا الحاكم الحد وقتلناه رجما في الزنا، وأم أنه فوق الشريعة لا يقام عليه الحدود؟ يا أخي هؤلاء كيف يفكرون؟ إنهم يفكرون بنعالهم أو بأرجلهم. فلذلك إذا قطعنا يده في السرقة، هل يبقى بعد هذا وهو قد يعني فقد سلامة الأعضاء وكمال الهيئة؟ هل يبقى في الحكم بعد هذا؟ هذا كيف نقرر هذا الكلام؟ فلذلك نقول إن المجال السياسي كالمجال الاقتصادي كغيره من المجالات، الوسطية فيه أن يلتزم الناس بشرع الله، أما أن يحرفوا دين الله تبارك وتعالى أو يدلسوا على الناس ويقولون فيه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم، ثم ينسبون هذا إلى رب العالمين، فهذا أعظم الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا أعظم الكذب وأعظم الفرع، أن يكذب المرء. ولذلك العلماء يقولون إن العبد إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه رواية ولو تاب، هذا هو الرأي الراجح عندي. ولذلك الحاكم أو القاضي إذا جار أو ارتشى أو ظلم أو فسق أو خان الله عز وجل ورسوله، لا خلاص لا يقتل، إنما يعزل ولا يعود إلى الحكم، لأنه لم يعد أمينا على رسالة الله تبارك وتعالى. فإذا تاب خلاص لا يقتل بالكفر، إنما لا يعود إلى الحكم، لأنه لم يعد أمينا على رسالة الله تبارك وتعالى. فكذلك الكذاب إذا كذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتاب منه، لا تقبل روايته خالص نهائي بعد التوبة، لأنه ليس أمينا. ولذلك حتى قال بعضهم: كيف نصدقه في توبته؟ كيف نصدقه في توبته إذا كان يعني إذا كان مجربا عليه الكذب؟ وعمر يقول: والمسلمون عدول إلا مجلودا في حد. هذا الذي فقد العدالة يا شيخ، كيف يبقى في سدة الحكم؟ ومن شروط الاختيار وشروط الإبقاء العدالة، والعدالة هي ملازمة التقوى والمروءة، ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. فإذا فقد العدالة كيف يبقى؟ كيف يطالب بإقامة شرع الله ونصره ونشره وهو فاقد للعدالة؟ كيف يقول يؤم المسلمين في الصلاة ويفتي ويقضي وهو فاقد للعدالة؟ ستقول هناك مؤسسات، هذا هو الأصل فيه، أنه يقوم بهذه الأعمال والمؤسسات لمساعدته وليست هي الأصل، هو الأصل في هذا، فكيف نقبل منه وهو مخروم العدالة؟ هذا تحريف لله. ولذلك يعني الإسلام أوتي في هذه المنطقة، وفي الحقيقة ويعني اشتدت الحرب عليه،
فلذلك يعني حال المسلمين كما ترى. نعم دكتور، بعد الفاصل يعني ربما نتحدث عن مزيد الوسطية إذا ما اعتبرناها بناء على ما تفضلت به أن الوسطية هي الشريعة، فنريد أن نتحدث بعد الفاصل معك عن مزيد الوسطية. مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم مجددا الى الجزء الاخير من هذه الحلقه مشاهدينا الكرام، وحديثنا اليوم مع دكتور محمد انور البيومي استاذ الحديث في جامعه الازهر. دكتورنا يعني كنت قلت لك باننا سنتحدث بعد الفاصل عن مزايا الوسطيه في حياه المسلمين، لكن قبل ذلك اتوقف مع نص لافت حقيقه، وهو لفضيله الدكتور محمد يوسف القرضاوي يتكلم فيه عن معالم الوسطيه، ووضعها اكثر من 20 بندا شاملا حقيقه، يتحدث ان معالم الوسطية هي الفهم الشمولي التكاملي للإسلام والإيمان بمرجعية القرآن والسنة والتركيز على القيم الأخلاقية والتدرج في الدعوة والتزكية في الناس. يعني إلى أي مدى يمكن القول يعني أن هذا الكلام يتفق بشكل أو بآخر مع ما تفضلت به قبل قليل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك يا أستاذ جهاد. هذا يتفق تماما مع ما ذكرته من أن الوسطية ليست صفة للشريعة ولا خصيصة لها، إنما هي الشريعة نفسها. هذا يتفق مع ما ذكرته. وليس عند القوم يا أستاذ جهاد دليل على أن الوسطية صفة في الشريعة، ولو قلنا هذا تتعارض به النصوص، والذي يقول بهذا أيضا يعمل نصوصا ويهمل نصوصا أخرى. إنما إذا قلنا إن الشريعة هي الوسطية فقد أعملنا كل النصوص وأزلنا التعارض الذي يترتب على ذلك، على قول على وصف الشريعة بالوسطية، قد أزلنا التعارض إذا قلنا إن الوسطية إن الشريعة هي الوسطية، وأنها ليست صفة لها، لأن الصفة تظهر وتختفي وتتجلى ثم تتبدد. فإنما الوسطية هي شريعة الله في كل الأحوال وكل الظروف وعلى كل الناس، هي الوسطية. نعم، والكلام اللي نقلته أنت الآن عن الشيخ يوسف القرضاوي هو يعني يتفق تماما مع ما ذكرته، وإن كان الشيخ في كتابه وصف الإسلام بأنه وسطية وذكر الوسطية ضمن خصائص الإسلام. نعم، طيب إذا ما وصلنا إلى الحديث عن مزايا الوسطية في حياة المسلمين، فكيف تتجلى هذه المزايا؟ كيف تتبلور وتظهر في حياة المسلمين؟ والله الوسطية في أو الشريعة أو الوسطية ومزاياها في حياة المسلمين تتجلى في عدة نقاط في غاية الأهمية. رقم واحد، حماية المسلم من الإفراط والتفريط. تتجلى الوسطية في حماية المسلم من الإفراط والتفريط. فالشريعة تحمي المسلم من أن يخرج عن دائرتها أو يقعد عن أحكامها. فهذه معنى الإفراط والتفريط. الإفراط هو الإغال والزيادة عن الحد حتى يخرج عن الدائرة تماما، والتفريط هو القعود دون بلوغ الشيء. فالوسطية تحمي المسلم من هذا. فهي ولذلك سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كان يصوم دائما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد بلغني أنك تصوم أبدا، ثم نهاه عن ذلك ودله على أنه يصوم يوما، يعني تنزل معه أو ترقى معه إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يختم القرآن كل يوم، فحدد له إلى نهاية 3 أيام، وقال لا ما فقه من قرأ القرآن في أقل من 3.
فيعني ضبط النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة رب العالمين ورحمته عليه وعلى الناس أعمال المسلمين وعقائدهم، وصانها وحفظها من الإفراط، الخروج عن دائرة الاعتدال والتفريط، القعود دون أحكامها. الثانية، إلزام المسلم بالاستقامة في بكل معانيها، من البعد عن الميل والانحراف والدوام على الخير والاستمرار على المعروف والبر والإحسان. فالوسطية تعين المسلم على الاستقامة، والاستقامة بمعنى الطريق المستقيم الذي لا انحراف فيه، والاستقامة بمعنى المداومة على الخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه، واخد بال حضرتك؟ فلذلك نقول إن الوسطية يعني تجعل المسلم مستقيما على شريعة الله رب العالمين بهذا. لكن قبل أن تكمل، يعني لو أذنت لي دكتور، قد يرد إشكال إلى ذهن المشاهد الكريم عندما تقول بأن الشريعة التي هي الوسطية تحمي الإنسان من الإفراط والتفريط. طب يعني الشريعة نفسها، يعني ما ضابط فهمها؟ لأن يعني كثيرا من الناس تفهم الشريعة فهما مخالفا لما تفهمه جنابك، وبالتالي هذا يقودنا إلى المربع الأول من أن الوسطية قد تكون صفة للدين، بحيث أن الإنسان يفهم الشريعة فهما وسطا لا تشدد فيه ولا تميع. شريعة الله يا أستاذ جهاد أوضح من الشمس في رابعة النهار. شريعة الله هي القرآن والسنة، والنصوص فيها قطعية، فيها ثلاثة أقسام، نصوص فيها قطعية الدلالة، وهذه لا تحتاج إلى تمعقل ولا إلى شيء من بذل الجهد، فهذه واضحة. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، كتب عليكم الصيام، كتب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه نصوص قطعية الدلالة لا تحتاج لا تحتاج إلى تمعقل ولا إلى بذل جهد، إنما النصوص التي هي ظنية الدلالة فهذه للعلماء يجتهدون فيها، وعندهم آلاتها وعندهم أدواتها التي تمكنهم بعد توفيق الله عز وجل لهم من إدراك الحقائق فيها. وعندنا نصوص، وعندنا دائرة ثالثة ليس فيها نصوص، دائرة المسكوت عنه، وبعضهم يقول هي دائرة معدومة النصوص، إنما معدومة النصوص معناها أن الله أهملها، إنما نسميها كما سماها رب العالمين، الدائرة التي سكت الشرع فيها، لأن الشرع حينما يسكت يسكت قصدا، يعني سكوته هو التشريع، ولذلك ليس وسكوته ليس إهمالا وليس غفلة وليس نسيانا، جل شأن ربنا وعز عن هذا. فالله لا، وما كان ربك نسيا، نعم إنما نقول إن سكت، فسكت يعني هو قصد أن يسكت. طيب طيب يا رب ما حكم ما سكت عنه؟ قال هو عفو، فاقبلوا من الله عافية، ولكن وضع الإسلام له ضوابط. طيب فهذا الذي يقول أنا لا أفهم الشريعة أو الشريعة غامضة علي، نقول له يا أخي تعلم، اطلب العلم. طيب هذه الفكرة وضحت، حتى يعني أدركنا الوقت تقريبا، لو تكمل مزايا الشريعة من فضلك دكتور. تؤمن مزايا الشريعة بها الثالثة أن بها تستمر الحياة صحيحة قويمة، يعني بالشريعة بهذه الوسطية الحياة تستمر قويمة صحيحة مع الناس. قال ففي الحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره، وإن كان في سنده ضعف خفيف، قال صلى الله عليه وسلم العلم أفضل من العمل، وخير الأعمال أوسطها، ودين الله عز وجل بين الغالي والقاسي، أو بين القاسي والغالي، ودين الله عز وجل الدين نفسه هو الوسط بين نعم. القاسي والغالي، والحسنة بين السيئتين لا ينالها إلا بالله، فنحن لا نصل إلى الخير والحق إلا بتوفيق رب العالمين. وشر السير الحقحقة، أي الذي يحمل الدابة فيه على ما لا تطيقه من السير والأحمال. ورب العالمين لم يكلف الناس في أي زمان ولا في أي مكان ولا في أي رسالة ما لا يطيقون، فلذلك نقرر أن الشريعة هي الوسطية. وفي حديث آخر أخرجه الإمام الطبراني موقوفا ومرفوعا وسنده ثابت، إياك والحقحقة وعليك بالقصد والدوام، يعني أنت إذا تركت الانحراف أو الإفراط
تصل نعم إلى غايتك وتصل إلى مرادك. فلذلك نقول إن المزايا الوسطية نلخصها فنقول هي حماية المسلم من الإفراط والتفريط، وإلزامه بالاستقامة بكل معانيها يصل به إلى مراده، لا نعم ينحرف عن الميل ولا عن الخير نعم والمعروف، تستمر الحياة بها طيب صحيحة قويمة، وإلا تتهدم الحياة على رؤوس الناس. طبعا دكتور، يعني بقي عندي دقيقة وألتمس منك أن تكثف ما تريد أن تقوله زيادة على ما قلته مما لم نسأل عنه في موضوع الحلقة، وهي طبعا تحتاج منك إلى مهارة التكثيف لا تعدمها أنت، تفضل. جزاك يا أستاذ جاد، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في هذا. أقول لنفسي وللمسلمين: من التزم بشريعة الله تبارك وتعالى فقد التزم بالوسطية، ومن أقام الحلال والحرام في نفسه وعلى أهله وأولاده ومن له عليهم ولاية فقد التزم بالوسطية الشرعية، ومن التزمت في نفسها وفي لباسها وفي كلامها بالوسطية بالحلال والحرام فقد التزمت بالوسطية، ومن التزم في أخلاقه وأقواله وعباداته وعقائده بالشريعة فبالحلال والحرام فقد التزم بالوسطية. الوسطية يا قوم هي الشريعة، والوسطية ليست صفة فيها تتجلى ثم تتبدد تظهر ثم تختفي، لا، الشريعة هي الوسطية، ولذلك لا تختفي الوسطية نعم منها في أي مظهر من مظاهرها، سواء رأيتها شديدة أو خفيفة، أشكره، هي الوسطية، والله أعلم. قد تم الأمر إن شاء الله في هذه الحلقة، نرجو أن نكون قدمنا للسادة المشاهدين ما يفيد وينفع في هذه الحلقة. وصلنا إلى الختام، أشكر في نهاية هذه الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، كل الشكر لكم، في حراسة الله.